بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداء نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع دين عظام والمؤمنين والمؤمنات، ونعزي إمامنا صاحب العصر والزمان محمد المهدي بن الحسن العسكري بالفاجعة التي أقدم عليها أعداء الله وأعداء الإنسانية في مثل هذا اليوم قبل ما يناهز 100 عام، عندما أقدموا على تهديم قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام، قبر إمامنا الحسن الزكي عليه السلام، وقبر إمامنا علي بن حسين زين العابدين عليه السلام، وقبر إمامنا محمد الباقر عليه السلام، وقبر إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. وطبعا نعزي إمامنا بهذه الفاجعة لأنه المعزى أولا، وفي واقع هذه الفاجعة صدعت قلوب الشيعة. وكما أسفت قبل قليل، هناك من أعداء الإسلام من سار على هذا المنوال، وشهدنا في عصرنا الحديث في السنوات الأخيرة شهدنا هذا النهج من قبل أولئك الذين نسفوا إنسانيتهم فضلا عن دينهم. داعش عليهم لعنة الله عندما أقدموا على تفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهما أفضل الصلاة والسلام في سامراء. وكما تعلمون، تعرض المرقد في المرة الأولى لتفجير قبته المباركة الشريفة، وبعد فترة تعرضت منائر ضريح الإمامين العسكريين بتفجير آخر تعرضت إلى الهدم. طبعا في الواقع نحن بحثنا في حلقتين سابقتين ما هو الوجه الشرعي في زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة قبور الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ابتداء بقبر إمامنا علي بن أبي طالب وانتهاء بقبر إمامنا الحسن العسكري عليه السلام. وبينا ما هو الوجه الشرعي بالاستدلال القرآني بفيصل أدلة القرآن، وبينا أيضا هل هناك آية تجوز لنا نحن أتباع مذهب أهل البيت في أن نقدس ونعظم هذه المراقد، نعظم الشخصيات من خلال إعطائهم المكانة اللائقة بهم باعتبار هذه الشخصيات كان لها الدور الأكبر في تغيير منهج البشرية وخلق الإنسان الذي يكون مؤهل ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى وينال رضى الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب، الشعوب طبعت، فطرة الإنسان طبعت على تقديس واحترام المصلحين باعتبار أن المصلح يرشد البشرية، يرشد الإنسان إلى الطريق القويم. ومن هو أصلح من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن هو أصلح من الأمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ولذلك إخواني قدمنا في حلقتين سابقتين الوجه الشرعي في زيارتهم والوجه الشرعي في البناء على قبورهم المقدسة بالدليل القرآني. اليوم نقول، هل يجوز التبرك بقبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقبور الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يجوز؟ هل يجوز تبرك بآثارهم؟ طبعا آثار النبي قطعا يعني ما يتعلق بهم، وهذا المصداق نجده في الأضرحة المقامة على القبور الشريفة المقدسة. فنحن كما تعلمون نتبرك بها، نقبلها، نضع أوجهنا عليها ونتبرك بها، ونضع يدينا عليها ونتبرك بها. لا شك ولا ريب، نحن مع القرآن، ونقول أن تقديس آثار الأنبياء والأولياء والمصلحين ليس فيه أي إشكال، بل هناك ندب، بل هناك حث لكي نتمسك بهذه الأضرحة وآثار الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما أسلفت، نحن مع القرآن. طبعا الدليل
على جوازية البناء على قبور الأنبياء وقبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وجوازية التبرك بآثارهم سنستلمه من القرآن من خلال الآيات الشريفة. طبعا الآية الأولى كما تعلمون يوسف على نبينا وآله وعليه آله وصحبه والسلام لما عرف نفسه لإخوته وعلم بأن أباه قد فقد بصره قد ابيضت عيناه، ثم أجابهم يوسف عليه السلام لما علم بحال أبيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا سواء كان قميص يوسف على نبينا وآله وعليه آله وصحبه والسلام هو له قال اذهبوا بقميصي عاد واضح، أو مواريث الأنبياء كانت لديه، بالنتيجة قال لأخوتي اذهبوا بقميصي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذا دليل واضح جدا بأنه بآثار الأنبياء يشفى المرضى، واضح جدا هذا الدليل. هاي جهة، هاي الدليل الأول. طبعا أنا دا أتحدث عن هل يجوز التبرك بآثار الأنبياء والأولياء الصالحين الأم علي مضى الصلاة والسلام؟ الجواب جاهز من خلال الدليل القرآني. الآية الثانية في سورة الكهف، طبعا لما نص الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا يعني أولئك الذين وجدوا أصحاب الكهف قالوا ابنوا عليهم بنيانا بنص القرآن ربهم أعلم بهم. ذيل الآية الشريفة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. التفتوا أيها الأخوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المسجد يعني توضع، يعني نتصوره واضح أنه باب توضع على هذا المكان ويعني يتبرك بهذا المكان، يصلي فيه الموحدون، يصلي فيه المسلمون ويتبركون به بنص بصريح الآية الشريفة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي يضعون باب على الكهف ثم هذا المكان يتبركون به ويصلي فيه الموحدون. طبعا هذه الأدلة واضحة جدا على جوازية التبرك بآثار الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما تعلمون نحن نبث حوائجنا المولى الجليل سبحانه وتعالى في مرقد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة على مشرف آله وصحبه والسلام وفي مراقد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يسجلون في زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وزيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليكونوا شفعاء إن شاء الله لنا عندما تنصب الموازين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.